السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم يا أهل الخير في هذا الصباح، صباح الاثنين 19 من أغسطس آب 2024. الجلسة الصباحية هيك مبكرة قبل البدء بالعمل، جيت إلى المكان الذي أجلس فيه ووجدت هذه هنا على المقعد. أول شيء ما عرفت ما هي، ثم عرفت أنها هي غلاف لقطعة شوكولاتة أحدهم أهداها لأحدهن أو لأحدهم، هو مساويها أو هي بإيده متفنن فيها، لافف بس مجرد اللف. شوف الذوق هذا، شيء حلو والله، شيء حلو. إنسان شو بيساوي. المهم يا إخوتي، الله يسعد صباحكم. اليوم امبارح بالصدفة طلع لي مقطع على اليوتيوب للدكتور كمال اللبواني. كمال اللبواني بلدياتنا من زبداني، طبيب معروف من زمان وناشط سياسي يساري، يعني متكلم ايضا على اليوتيوب، له فيديوهات كثيره، وهو يعيش في السويد. يعني دكتور كمال كان يتكلم فيديو، يعني فيديو حزين يتكلم فيه على الوضع الذي اصبحت فيه بلاد الشام، خاصة دمشق والمدن في سوريا، نتيجه الفقر والفساد والمؤامره العالميه لتدمير اخلاق الشعب السوري وتدمير القيم وتدمير العادات وتدمير الأخلاق وتدمير الدين. وكان يتكلم فيه عن انتشار الفساد الجنسي والدعارة في بلاد الشام، كلام محزن يعني جدا، ولا يتناسب أبدا مع ديننا ولا مع أخلاقنا ولا مع شرفنا. الشرف عندنا هو أعظم شيء، والشرف والدين مرتبطان مع بعضهما البعض. هو يتكلم عن خوفي أن سوف سوريا تتحول لتايلاند، وليست تحول لتايلاند من حيث أنها بلد يعني متقدمة، لا، من ناحية الناحية الفساد، الفلتان وبيع النساء لأجسادهن. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الشام بلد الشرف، بلد الأخلاق، بلد الحياء. أن تتحول إلى يعني كرخانة أو دار دعارة، هذا الشيء هو حسب ما ذكر أن أحد ضباط في سوريا المخابرات كان يقول سوف أجعل في كل بيت من البيوت، لا أعلم إن كان الكلام صحيح أو لا، مخبرا وقحبة، آسف على هذا الكلام، نسأل الله أن لا يكون كذلك. الآن يا إخوتي، هناك عدة نقاط يعني وجهة نظر إلي أنا فيها. الأمر الأول، أن تصف الحال السيء هو شيء، وأن تحاول تغييره أو إيجاد حله أو إصلاحه هو شيء آخر. الطبيب يحلل ويفحص وكذا، والطبيب المعالج الطبيب يعالج. فالنقطة هي ما الذي نحن سنفعله لمعالجة هذه الحال المؤلمة. لا يكفي لنا أن نصف الحالة، الحالة سيئة، نعرف ذلك جميعا، وهذا الأمر ليس جيد. انتشار الدعارة وانتشار بيع الفساد الأخلاقي، هذا دمار، هذا لا يبقي شيء، لا يبقي حجر على حجر، هذا يخرب كل شيء. كون وجود الحرية في بلاد الغرب وفي تايلاند لا يعني أن ذلك أمر جيد، لأنه بالكرة الأرضية التي نعيشها وبالظروف التي نحن نعيشها لا يمكن لنا أن نعيش في حرية تامة، لا يمكن. يعني حتى لو رغب الإنسان يعيش في حرية كاملة، حرية جنسية كاملة، يعني كالبنوبو، بنوبو الأرود البنوبو، ما بمشي الحال. تعرف أرود البنوبو لها خاصية معينة، اقرأوا عن وتشاهدوا ماذا يتحدث، ما هي صفات قرود البونوبو. قرود البونوبو هذه مسالمة جدا، ولا يوجد عندها عنف أبدا،
والجنس عندها يلا كما تشاء، كل طول نهار جنس مين ما بده بينط على مين ما بده، ما في أي مشكلة. يعني بيخففوا الضغط النفسي عن نفسهم وبيخففوا العنف عن طريق إنه تفريغ الجنس كيفما يشاؤون، ما في أي شيء، كيف ما بدك مارس الجنس. بلاء، هذا بلاء. ليش بلاء؟ إنه لا يمكن تحقيقه على الواقع، لا يمكن ذلك. يعني حتى يتم هذه الأمر سوف يكون له متتبعات. يعني ما لا، هذا الكلام لا يمكن تطبيقه في الكرة الأرضية. حتى لو رغب المرء بذلك، ما المانع من الحرية الجنسية المطلقة؟ ما تتم هذه المشكلة، لا يمكن ذلك. لا يمكن للمجتمع أن يقوم على حرية كاملة. لماذا؟ أنه سوف يكون دفع ثمن، هناك ظلم، سيحدث ظلم. فيعني مثلا تايلاند، هذه تايلاند مثلا، أخوة تايلاند، هي فيها وفرة تايلاند، ولذلك الناس عايشة، الناس عايشة، لكن فيها ظلم شديد. أطفال الرجال الغربيون من السويد كبار في السن يذهبون إلى تايلاند ويمارسون الجنس مع أطفال ذكور وإناث بأعمار 7 سنوات، 8 سنوات، 9 سنوات، 10 سنوات، هكذا. يعني أطفال تبيع أنفسها. تصور طفلة أو طفل 7 سنوات يعمل يعني يبيع جسده، طفل. ومن الذي يركب عليه؟ رجل عجوز سويدي أو ألماني أو كذا، عمره 70 سنة، 60 سنة، يذهبون إلى تايلاند كي يعتدوا على الأطفال. هذه هي الحرية، هذا شيء جيد؟ هذا هو شيء سوء معاملة العاهرات وبائعات الجنس والمميسات ومن الطرفين. ما هذا؟ في آلام كثيرة. بيع الجنس، التي تبيع الجنس، هذه ليست سعيدة بأنها تبيع جسدها. هذا هي خرافة، أن خرافة أن العاهرة سعيدة، هذا خرافة. هذه يتعرض إلى الضرب، تتعرض إلى القرف، تتعرض. حكت لي أخت كريمة بارك الله عليها، تعاملت مع بعض يعني شاهدت بعض البنات للأسف العربيات الذين يعيشون في فرنسا، وكانوا مضطرين يبيعوا جسدهم من أجل أن يعيشوا كما يقولون. طبعا هذا لا يبرر، إنسان لا، الحرة لا ترضع بثدييها، الحرة لا ترضع بثدييها، لو تموت أهون عليها من أن تبيع جسدها. قال تلك الفتاة كانت تمارس الجنس مع كبار السن مثلا، وريحة تمه بتقرف ومعطل، وتتحمل منه يدخل فيها ويكب وسخ وقرف. بس رجع على البيت كان يجيب الكلور، اسمعوا يا إخوتي، كان يجيب الكلور وتغسل جسمها بالكلور بعد ما تمارس جسم ما تبيع جسدها. لذلك الحقير كانت تغسل نفسها بالكلور عدة مرات، تأحط جسمها أحط عشان تروح ريحته من جسمها بالكلور. حدا بيغسل نفسه بالكلور؟ تغسل جسمها بالكلور من أجل أن تتخلص من ذلك القرف، من ذلك الطعم، من تلك رائحة ذلك الرجل المقرف المخمور الذي رائحته تثير القرف، وفمه طعمه أبشع من طعم بير المجاري. فهكذا هو الحال. يعني هذا لا نريده نحن في سوريا، لا نريد في سوريا أن يكون كذلك. هذا غضب من الله سبحانه وتعالى. إذا كان الغرب والمؤامرة العالمية تريد ذلك، فنحن يجب أن نقف لها بالمرصاد. يا دكتور كمال أنت غير راضي، طيب ما هو العمل؟ هل هو العمل الحرية؟ هل الحرية هي الحرية بهذا المعنى، الحرية الجنسية هي حل مشكلات المجتمع؟ أبدا، لا يمكن ذلك. يعني حتى أنت لو رغبت أن نقول أخي دعنا نشير كون حرية تامة، حرية جنسية، ما الذي سيحصل؟ كوارث، كوارث تستبعها. هذا الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا في الكرة الأرضية وضع لنا حدود، يجب أن تكون هناك حدود. إذا ما كان حدود يطغى كله، يطغى هذا على هاد ويدفع هذا ثمن هاد، فلا يمكن ذلك تطبيقه ولا بأي شكل من الأشكال. هذا يمكن أن يتم، لكنك ندفع الثمن غالي، ندفع الثمن غالي من حياة الدمار، الصحة الجسدية، انتشار الأمراض، انتشار هذا المرض الجديد اللي عم تسمعوا عنه، هذا تبع جدري القرود. قول الإيدز هلأ، ولا قولوا دواء الإيدز، قولوا علاج، لكن قبل منه ما كان في انتشار الأمراض الجنسية، السيفليس في موجود، معروف أسماء الأمراض هذه الجنسية، يعني معروفة كلها، كلاميديا وغيرها،
مصائب مصائب تجمعها سرطان عنق الرحم يعني ما بيمشي الحال ما بيمشي الحال أبدا. بالإضافة إلى الكراهية والوحدانية لا يمكن. الإنسان لا يعيش سعيدا إذا أطلقت حريته كاملة، يستحيل. بالعكس عندما نطلق حريته بشكل كامل فسوف يكون تعيسا، لأنه هو لا يملك السيطرة على نفسه. حين الإنسان لا يمكن السيطرة على نفسه إن أملك الحرية بشكل كامل، لا بد من تقييد الحرية بشكل يأمن المجتمع، لأن الإنسان لا يعيش في غابة لوحده. لو كان يعيش في غابة لوحده نص مصيبة، يساوي اللي بده إياه ما بيضر، أما ما بيشي الحال لأنه بده يطغى، بده يطغى هذا على هذا. إذا كانت الحرية مفتوحة بشكل كامل وكشو ما بده بيساوي وعلى كيف وبنط على مين ما بده وبتنط على مين ما بده، مصيبة، هي مصيبة وكارثة. فلا بد من إجراء، نحن حتى لو كان الواقع سيء كما وصفه الدكتور كمال البواني، ولكن ذلك لا يعني أننا سنرضى بهذا الحال. يجب علينا تغييره، يجب علينا العمل قدر ما استطاع. طبعا نحن مقيدين لأن الأوامر من فوق جاية من القيادة العليا، أنه يجب أن يتم الفساد، انشروا الفساد ودمروا هذا البلد، تدميرها تدميرا كاملا، تدمير، دمروها اقتصاديا، دمروها علميا، دمروها سياسيا، الآن دمروها أخلاقيا. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، صح؟ هذا مو حمار، هذا اللي حكى الكلام هذا، هذا إنسان حكيم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، والله ما أذكر مين هو الشاعر، يمكن عمر أبو ريشة رحمه الله تعالى. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إحنا أهل الشرف، إحنا أهل الكرامة، يجب أن تعود هذه فكرة الشرف، يجب أن تعود فكرة الشرف. الشرف مش عند الرجل، الشرف عند المرأة، الكرامة، العزة، الحياء، هذه هي القيم العليا، هذه هي القيم العليا التي نسعى لها. إذا ذهب الشرف ذهب الحياء، ذهب معناته ما صفى شيء، معناته ما صفى شيء. وحينها يأتي أمر الله بالعقاب للجميع، عمي الله يبعث لهم هزي أفا هزي، هزي أرضية خفيفة، هزي أرضية خفيفة لك. أصحوا يا ناس، أصحوا يا ناس، الجوع لا يبرر، لا يبرر يا إخوتي الجوع. كان الناس في زمان في الشام، اقرأوا عن تاريخ الشام، مرت على أهل الشام ظروف قاسية أسوأ من هذه بمئة مرة. إسا الفقر والجوع والمصائب والابتلاءات في بلاد الشام موجودة في الكتب، موجودة في الكتب القديمة، اقرأوا كيف مر. يعني في كتاب اسمه تفضيل الكلاب على الكثير ممن لبس الثياب، لو تقرؤونه لترون كيف كان حال الأمة في أوقات مختلفة من الفساد ومن الدمار. لكن ماذا؟ هل نرضى بهذا؟ هل نوافق عليه؟ هل نستمر به؟ لا، يجب أن نعمل ضده، يجب أن ننكره. إذا رأى أحدكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اللهم يا رب العالمين، إن هذا الذي يجري منكر ونحن غير راضين عنه يا الله، اللهم إن هذا منكر وإننا غير راضين عنه يا الله. لحكم قصة بزمانه ببساكن برزة، أنا كنت أعمل في مشفى ابن النفيس، وكان في بتعرفوا كان هناك في دعارة، وكان الأهل الخليج يأتون يعني حتى يمارسوا الزنا في بلاد الشام. المهم جاءوا مرة كمشوا بعض الرجال الذين في دار دعارة وأخذوهم إلى الشرطة. كان اجتماع هناك في الداخلية، وكان الوزير محمد حربة وجمع قيادة الشرطة وفيهم من الأشراف الكثير، وقال لهم بالحرف الواحد، يعني الأوامر جاية من فوق، هذه إذا بدكم مفكين إنه هاي بتكون مكة، لا، فبدكم تغضوا الطرف، يعني تركوهن يعرصوا ويشرمطوا ويفتحوا دور دعارة مثل ما بدون. إذا واحد منكم أنتوا يا ضباط الداخلية الأشراف اللي عنده شرف ونخوي براسه بده يتفلسف، منحطه على جنب، تركوا، يعني معناته أوامر جاية من فوق إنه اتركوا هالتعريص هذا يشتغل على كيفه. ها شايفين أوامر من فوق يعني فوق سوريا لبرا، هاي الأوامر جاية من برا من فوق من العالي. يعني أي واحد منكم عنده شرف ما له عيشة هون بالشام، بس احنا ما حنرضى، احنا بدنا الشرف، احنا أهل الشرف وأهل الكرامة وأهل النخوة، ما نرضى هذا الشيء.
هذا الديوثية هاي الديوث ما له مكان في الجنة. الديوث ما له مكان. أي واحد يرضى بالديوثة فهذا يعني يسموه ديوث، وهذا لا يرضاه أحد بغض النظر عن دينه، إن كان مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا شو ما يكون دينه، هذا ما يجوز. ما في أي دين بيرضى بالديوثة، ما في أي دين، ولا في أي 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 إنسان شريف ولا أي إنسان في مخه نخوي أبدا. هذا مرة كنا في درس الجراحة البولية مع الدكتور وليد نحاس، وكانت معنا صديقة طبيبة يعني زميلة من 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 الساحل، يعني من العلويين هي، وكان نجلس نحن مع بعضهم معهم، فكان أرادوا أن يفحصوا شاب، فالشاب خجل أن يكشف عن عورته من أجل فحصه أمام 20-30 طبيب وطبيبة، فقال له إيش بلا الحياة ولو بلا الحياة يلا كشف. فكتبت هذه الطبيبة، هذه الطبيبة الشريفة، كتبت أمال هذا الزمان الذي أصبح فيه الحياة عيبا. يعني هي لم ترضى، معناته الأمر لا يتعلق بطائفة ولا يتعلق بدين، الشرف شرف، وكلنا يجب أن نتعاون معا في هذه السفينة من أجل أن يعود هذا الشرف إلى بلادنا. أما أن نخضع للأجندة الخارجية بتخريب بلاد الشام فهذا ما لا نرضاه ولا نرضاه ولا نتحمله، وسنعمل لتغييره. هذه هي الرسالة يا دكتور كمال اللبواني. إذا أحد سمع هذا الفيديو يعرف الدكتور كمال يوصله له. بارك الله بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.